عن السبب الحقيقي للإصابة دي. الإصابة دي عمرها من 84، يعني نقدر نقول دلوقتي 35 سنة، ولا يعلم السر غير الله سبحانه وتعالى، لا يعلم السر غير نفسه محمود الخطيب وفتح نصير بس، لأن حتى الشهداء على الواقعة في دار الحق دلوقتي، سواء الكابتن عبد الصالح الوحش أو اللي هو زامر عزت او كابتن فتحي. احكي لنا كابتن فتحي، احكي لنا ملابسات الاصابه دي. الواقعه كان ان هو واحنا سافرنا في لوس انجلوس في امريكا في الاولمبياد، وزمان كانت الاولمبياد زي كاس العالم، لان الفريق الاول ما فيش زي الجيل دلوقتي، يعني انت ما فيش 23 مفتوحه كلها، يعني دلوقتي عندنا جيل الاولمبياد الكابتن شوقي غريب وجيل الاول كابتن حسام بدري، دلوقتي ما كانش في الكلام ده، الفريق الاول هو اللي بيلعب الاولمبياد، هو الفريق الاول بالظبط، فاحنا لعبنا فعلا الاولمبياد، فهو راح هناك ففي كوره وهو بيبص كده جت في وشه وعدلت له رقبته اثناء التدريب، ولقى نفسه مش عارف يتحرك، فياخد مسكن ولا ياخد ايه، مفيش، الام فظيعه ومش عارف يحرك دماغه، طب هيلعب ازاي مهاجم والجزء اللي فوق ده ما بيتحركش. ف راح لل مع كابتن عبد الصالح الله يرحمه، راحوا للمركز الطبي في القريه الاولمبيه في لوس انجلوس، كشف عليه وشخصه وعملوا كده على طول، طبعا هناك الناس كده، فقالوا له ان في حقنه هتاخدها دي هتخليك تلعب، حقنه تخليه يلعب المباريات بتاعه دوره، بس انت هتاثر عليك مش قبل 20 سنه، هيكون لها مضاعفات، مش لا مضاعفات ولكن هيكون لها مضاعفات على صحته، قالوا له ده بشكل مباشر اخطروا بيه. فانا لقيته كابتن عبد الصالح رفض، فلقيته جاي بيقول لي انا عايزك، قلت له في ايه؟ قال لي بس تعالى نروح لغايه المركز الطبي، قلت له ماله المركز الطبي؟ قال لي شويه انفلونزا كده وبتاع، حاسس ما قاليش بقى على دي. فروحنا فقال له ده الكوتش، انا طبعا معايا البادج، هم هناك رسميين جدا طبعا، فطلب بادج ان انت مدرب خلاص، فكلمتهم يعني بالانجليزي، فلقيت الراجل بيقول لي ومعاه دكتوره ان التقرير الوضع كذا كذا، وهياخد الحقنه، والحقنه دي هتاثر عليه، ممكن تاثر عليه سلبي مش قبل 20 سنه. 20 سنه قلت له يلعب. قلت له بس هيلعب ويرجع طبيعي، قلت له يعني هتاثر عليه يعني يقدر يلعب ويعمل كده، فقال لي اه. انا بصيت له فقال لي حسيت ان في دمعه نازله من عينه عشان نفسه يلعب البطولة، لانه هو ما لعبش، يعني هو نفسه محمود الخطيب ما لعبش كاس عالم، ما فيش كاس عالم، فدي اولمبياد ووصل وفاضل له يومين وتتسجل في تاريخه، وحبه انه يلعب لبلده كده، بما معناه ان لازم امضي له. انا شفت الدمعه دي في عينه وتذكرت له موقف هو عمله معايا. كنت انا مدرب برضه عشان اربطها. كنت انا مدرب منتخب مصر واحنا في رحنا السودان منتخب الاولمبي. كنت في السودان. كنت في السودان مع المنتخب الاولمبي. وبعدين كان في مباراه اهلي وزمالك معموله السيده جيهان السادات، كان عشان الوفاء والامل للبيت اللعيبه الموجودين اهلي زمالك. كان منهم محمود. فالمهم لقيت الكابتن لطيف بيقول الله يرحمه واقفين دي احداد على وفاه المرحوم والد الكابتن فتحي نصير مدرب منتخبنا في السودان. حضرتك كنت بتتفرج، ولا كنت عايزين برضه نقول للناس ان في الوقت ده ما فيش اكيد اتصالات وكده، فحضرتك عرفت الخبر ولا حاجه وانا فؤاد مدني هعرف منين وكده وبتاع، لكن عرفت اللي عمله محمود ان بعد كده هو اللي تولى وياخد والدي ويروحوا يدفنوه مش في مصر، ده رحنا بلدنا في قريه في شوبر جنب طنطا 7 كيلو، ويروح المدافن وهو اللي يقوم بالدور الكامل اكن فتحي نصير، لانه يعرف ان كل اخواتي بنات الثلاثه الموجودين واخويا الكبير كان توفى. هذا الموقف انا ما نسيتوش، قام بدوري اكن انت موجود بالظبط، ورغم في البلد ومن الاعيان وكده ما دفعش حاجه، هو اللي بيدفع وانا في السودان وهو اللي بيعمل الكلام ده كله. حضرتك استحضرت الموقف ده وانت في الغرفه، وانا ده 83 84 شفته في الموقف ده. حضرتك افتكرت الموقف ده في اللحظه دي، لما شفت الدمعه نازله من عينه، فرحت
ماضي التعهد، ماضي التعهد، خد الحقنه، لعب واصبح كانت حقنه كورتيزون يا كابتن. يعني انا ما اعرفش بالظبط تفاصيلها ايه، بس هم الامريكان هناك قالوا لنا هذا الكلام، وهي لها التاثيرات اللي منعكسه على كابتن محمود لحد دلوقتي. ده من هي مش من دلوقتي، ده قبل كده اثرت عليه من مده، يعني طبعا. من كان ظهره اثرت على الايد، اثرت على حبا في لعب كره القدم وتقديره، او نقدر نقول انه يلعب كره القدم بالضبط. لبلده، انه راح وكنا 17 لاعب، يعني زمان ما كناش بناخد عقد. للامانه ده دور كابتن محمود الخطيب مع المنتخبات يا جماعه، اللي ناس ما تعرفش كابتن محمود الخطيب قدم ايه برضه في تصفيات كاس العالم 78، هو تحامل على نفسه ولعب مباراه تونس هنا 3-2، وكان برضه مصاب، وكان نصح كل الاطباء انه ما يلعبش، وكان هدفه مؤثر جدا. وعلى فكره رغم ان احنا ما صعدناش بعد الخساره في تونس، ولكن يا كابتن فتحي كان دور كابتن محمود الخطيب مؤثر جدا، كان هداف التصفيات برصيد 6 اهداف وما قدرناش نصعد. دايما كابتن محمود الخطيب بيتحامل على نفسه، وحتى حضرتك قلت لنا قبل الحلقه ان هو بكى، ان هو قبل البطوله ده موقف بكى فيه ان هو ما كانش هيلعب، حضرتك حكيت لنا عشان كده هو ما كانش متقبل نفسيا ان هو ما يكونش موجود. ما مش ممكن يكون موجود، وانا بقول له يعني ما تزعلش مني ان انا قلت هذا السر اللي هو متخبي المده دي كلها، بس من حق الناس كلها تعرف كابتن محمود الخطيب قدم ايه للمنتخبات إيه الوطنيه، ايه اللي انت طبعا. ايه الالم اللي انت فيه ده، وايه السبب اللي انت فيه ده وانت تعلمه. يعني كان يوميها يقول لك هتاثر، حتى انا يوميها بقول له، قال لي 20 سنه، قال لي يكون بطلت. هو نفسه كده بقولها بضحك، وكان بعد ما يبطل هو كان مقتنع مش ان الحياه بالنسبه له انت. قال لي انا اكون 20 سنه، كام سنه؟ قلت له 20. قال لي 20 سنه اكون بطلت، فمش مهم، ان المهم انا نلعب دلوقتي. هو كان يهمه ان هو يمثل منتخب بلاده بالظبط، حتى لو كان كابتن اثر عليه، وبالتاكيد هو اثر على الكابتن محمود الخطيب. نتمنى له الشفاء والسلامه، ودي ضريبة الوطنية اللي بيدفعها الكابتن محمود الخطيب في صمت تام في مواقف كتير جدا متعددة. لكن أنا استوقفني مشاعرك الإنسانية والوقوف